مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اولى اسئلتنا يا استاذ وجيه بتتكلم عن حضرتك عارف ان احنا عايشين في مرحله تطور عمراني جميله جدا بتشهدها مصر، وبصراحه الطرق والكباري والمحاور، وده كله بيؤدي الى زياده التجاره الخارجيه والاهتمام والتعاون الدولي، وان يبقى في تعاون زي طريق الحرير وزي حاجات كتير جدا بتشهدها مصر في النهضه بصراحه بالنسبه للطرق والنقل بالذات، وطبعا التطوير العمراني قبل كل شيء. حضرتك بصفتك رئيس شعبه مستثمري 6 اكتوبر، بصفتك رئيس شعبه الاستثمار العقاري بجمعيه مستثمري 6 اكتوبر، ايه هو دوركم اولا في دعم الشباب، وايه اللي انتم بتقدموه من خلال برامجكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بالنسبه لجمعيه مستثمرين مدينه 6 اكتوبر، دي بتساعد في ان زي ما استاذ الرئيس قال احنا بننقل عاصمه اداريه جديده، دول بيساعدوا ان يوطنوا الناس بمساكن مدعمة في مدينة 6 اكتوبر، بدل ما ينزلوا ويطلعوا كل شوية، لا يبقى مسكنه هنا تمام ومصنعه هنا أوكي. يبقى مش هيحتاج مسافة طويلة عشان يوصل بيته او يرجع من بيته تمام. وبالتالي هيستريح، نوفر طاقة ووقت ومجهود ومواصلات بنوفر كل حاجة بنوفر تمام. كل حاجة، فاحنا بنعمل مسكن مدعم تمام، ده جميل جدا للشباب، مسكن مدعم للشباب، يعني قادر اي شاب ان هو يتحمل ويقدر يدفع ويقدر الكلام ده للمصانع، للناس اللي في المصانع، يعني حد بتعمل فئه معينه خاصه أيوة بالمصانع، اللي هي المصانع بتاعه المدينه ان الشاب اللي فيها او الشابه تبقى ليها هنا شقه ومصنعها هنا ومكان شغلها هنا، مركزيه العمل في المنطقه اللي بيشتغل فيها مع التكاليف، وبالتالي يوفر كتير قوي كل شيء ده اكيد. وهنعمل كمان ليهم اسواق تجاريه تمام. كامله في المشروع بحيث كل احتياجاتهم يلقوها وبسعر مدعم تمام. ده هيبقى امتى ان شاء الله حضرتك يا باشمهندس؟ ده جاري شغلي فيه على قدم وساق. المفروض تسليمه امتى ان شاء الله؟ المفروض تسليمه خلال سنتين يكون خالص كله. مساحه المعمار في قد ايه؟ مساحه المعمار احنا واخدين 150 فدان. في النسبة البنائية بتاعته على كامل المسطح وكامل المساحة وفي حوالي 37,000 متر مربع خدمات تجارية، خدمات تجارية مرفقة معاه، فطبعا دي بتؤدي لنشاط اقتصادي اخر عالي قوي اكيد. وبالتالي الموضوع هنا مش نشاط اقتصادي، ده توفير احتياج، وتوفير احتياج تمام حركه اقتصاديه للسوق لا، وكمان حركه اقتصاديه تساعد الشباب بتوع المصانع، بتوع المصانع عشان يبدا يتجوزوا يتجوزوا يعيش في مجتمع امن، يلاقي شقه محترمه جدا تمام. كل ده احنا زي ما الرئيس بيعني هناك احنا بنعني هنا بالظبط كده يا فندم.